موضوع خطوة هو القرار 39 لسنة 2004 اللي هو التأمين على أصحاب المهن والمهن الحرة وأصحاب العمل. دخلنا برنامج خطوة لما صار برنامج خطوة للأسر المنتجة من أجل الاستفادة منه ضمن هذا النظام. فالجماعة الحين قدموا استقالاتهم لأن من شروطه أنه هو ما يكون مؤمن عليه. قدموا استقالاتهم ودخلوا في نظام خطوة. نظام خطوة اليوم إذا سجل اليوم لمدة سنة لأن مدته لمدة سنة وعنده في رقم قيد وافقنا عليه، ما في أي واحد رفضناه. اللي إحنا صار عندنا الإشكالية عن المدة السابقة لما يجون يقولون لي في نفس الخطاب بدون أي ما يثبت ذلك إن هم يعملون في العمل ذي المنزلة المنتج من 2000، أنا من 2000 أحتاج تصريح حق هذا الرقم القيد، هذا اللي أنا طلبته، طلبنا رقم القيد وهم المفروض هذا الاستمرار في العمل. يعني شو الفرق بين العمل الوهمي والعمل الحقيقي؟ إذا أنا بدخل في نظام خطوة لمدة شهر وبطلع منه مجرد كأنما أنا أضم مدة خدمتي اللي بتكمل لي سنوات خدمتي اللي تأهلني للمعاش، هذه هي الإشكالية. الشروط اللي موجودة فيها أنه لازم يكون الشخص اللي بتقدم من 18 سنة إلى سن 50، إذا واحدة تقدمت عندي 52 ما أقدر أقبلها في النظام. إذا موظفة قدمت لي تحت سن 18 عمرها 9 سنوات تعمل في البخور والعود، أنا شلون أوافق عليها؟ لازم أنا أحتاج، إحنا ما رفضنا، قلنا لها روحي يبين لنا ما يثبت أن أنت عندك تسجيل وعندك رقم قيد. أما لما نقول إفادة، ترى الإفادة مجرد رسالة من وزارة التنمية قالت لنا أن ترى بدء الإنتاج أو بدء العمل في هذا المنتج من سنة 2000. جينا نشيك الميلاد، شفنا الميلاد 1990، ومن سنة 2000 كم العمر؟ العمر 9 سنوات تعمل في هذا المنتج. ما رفضناهم كلهم، قلنا لهم احنا راح ندرس كل طلباتكم، والطلبات اللي عندنا كثيرة ترى مو طلبات قليلة. كل الجماعة راحوا تقدموا بخطوة، قدموا استقالاتهم اللي ما عندهم مدد وقدموا على نظام خطوة. فاحنا من حقنا نطبق القانون، والقانون هكو القرار موجود واضح.